جنفيف، بصراحة بدي أحكي معك بموضوع ضروري ولازم قلك إياه. اليوم ماني فاضية بنوب بصراحة. جنفي ليش هيك عم تحكي معي؟ أنا مشغولة هلا. طيب على القليلة قولي لي إمتى فينا نلتقى؟ ما في داعي نلتقى أبدا. بس لازم نلتقى. لا ما لازم. جنفي بدي قلك على موضوع كتير مهم بترجاكي اسمعيني. ما بدي أسمع منك شي. جنفي طيب ليش عم تساوي هيك؟ أنت اللي لا تساوي هيك. شري بترجاك. جنفي أنا بدي أحكي معك بس شوي. أنا بعرف شو بدك تقلي. لا تتعب حالك. تعرفي؟ أنا عرفت كل شي شري. كيف عرفتي إنه ماني محاسب إذا أنا ما قلت لك على الموضوع؟ معقول مديرة قال لها شي؟ لا لا هو مانو هيك. بس مين اللي قال لها على القصة؟ ليكي جنفي أنا كنت رح أقول لك على الموضوع. أنا ماني زعلانة منك بالمرة. جنفي أنا أنت كنت لازم تخبرني من قبل. بترجاك تروح. جنفي بس لو سمحت. طيب رح أنطرك على الموقف وحطي ببالك ما رح أتحرك لحتى تجي لعندي. أنا بحياتي ما خلفت بوعدي. بترجاكي جنفي اسمعيني وبس أعطيني فرصة لأعتذر. بترجاكي شري روح. حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.